بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل الميني بيتزا الجميل دوت ان شاء الله بإذن الله. ومعنا طبعا كم واحدة توست كده. ان شاء الله نروح للمقادير بتاعتنا ونشوف عملنا الميني بيتزا بتاعتنا دي ازاي. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير بعد كل التعب بتاع حاجات العيد ده كله. تعالوا نعمل بقى ايه، حاجة سهلة وبسيطة كده. الواحد بيجي على اخر رمضان ما بيبقاش عارف يعمل اكل ايه، فالنهارده قلت نعمل كده شويه ميني بيتزا ان شاء الله باذن الله. نعجنها مع بعض كده ونشوف الميني بيتزا بتاعتنا. اول حاجه طبعا معايا ايه، معايا الدقيق بتاعي طبعا، ومعايا معلقه خميره كده بالشكل ده كده. هنحط الخميره ونحط عليها معلقه سكر برضو زي البيتزا الايطاليه بالظبط يا جماعه، ما فيهاش اي افتكاسات ولا حليب ولا زبادي ولا الكلام ده كله. البيتزا الايطاليه ما بتتعجنش باكتر من كده، تمام. ويا سلام بقى لو كمان كنت مبيته العجينه بتاعتك تبيتيها. بسم الله الرحمن الرحيم. هندوب كده الخميره في السكر وشويه ميه بالشكل ده. طبعا الخميره بتاعتي كويسه وانا مجرباها كذا مره، فمش محتاجه ان انا ايه اشوفها ولا اختبرها ولا حاجه. نحط لهم شويه ميه كده اهو، طبعا دي حوالي كوبايه ميه كده ولا كوبايه وشويه. بصوا بالنظر، هنحط شويه زيت زيتون كده يجي 4 معالق أو 5 بالشكل ده كده. مفيش بيض عليها يا جماعه ومفيش اي حاجه. البيتزا الايطاليه لازم تتعمل كده بالشكل ده، تمام كده. هشوف بقى الدقيق اللي معايا ده قد ايه كده. انا هعمل ايه على قد الدقيق اللي معايا دهوت، ونعجنها ونركنها تخمر ونشوف هنكون ايه الحاجة بتاعتها اللي هي الحشوات بقى بتاعتها. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 كوبايتين دقيق اهوت، ويجي معلقتين ده اخر الكيس اهو اللي معايا. سهل جدا جدا. همسكها اعجنها كده اهو. هجيب ذرة ملح طبعا، وهجيب شوية روزميري اي زعتر او روزميري، او لو عندك طبعا يا سلام يا سلام ريحان عشان تبقى ايطالية على حقها اهو. بسم الله ما شاء الله. نجيب بقى شوية ملح، شوية ملح كده بالبركة. بسم الله الرحمن الرحيم ببركة بسم الله اهو بالشكل ده كده. واشوف الريحان طبعا، جبت شوية ريحان كده او زعتر تحطيهم وكملي ايه عجن. طبعا انا هكملها مع نفسي وهلت وعجن فيها كده، ونرجع مع بعض تاني عشان نشوف عملنا ايه. لازم تتعجن كويس قوي عشان تديكي عجينه ناعمه وملساء. طبعا دول كوبايتين كفايه قوي عشان ايه الحاجه، ايه احنا صايمين الحاجه ما تفيضش منك، تمام كده. وانا اهو يا جماعه بعجن على ايدي مش في العجان، علشان ما حدش يقول ايه كل شويه بعجن عشان في عجان، ما حدش يكسل. طبعا عجينه البيتزا بتبقى ايه بتلزق شويه، خلي بالك. طبعا لسه هعجن فيها كده، وبعد ما اخلص هرجع لك تاني. طبعا البيتزا بتاعتي عجنتها، غسلت ايدي طبعا لانها لازم تبقى ملزقه شويه اهي. هحط لها بقى ايه نقطه زيت زيتون كده، وهسيبها عشان تخمر ايه في الطبق بتاعنا اهو كده بالشكل ده كده. ونرجع مع بعض عشان ايه ان شاء الله نعملها. زي ما قلت لك عجينه البيتزا لازم تلزق سنه كده وتلزق في الايد زي ما انت شايفه، دي العجينه الناجحه، تمام. هغطيها واسيبها ترتاح ونرجع مع بعض تاني عشان نبتدي نعمل ميني بيتزا بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه، تمام كده. يلا دمتم بخير، صلوا بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا جميعا يا رب العالمين. طبعا البيتزا بتاعتي خمرت، وانا مسكتها كده قطعتها عشان تبقى ميني بيتزا بالشكل ده كده. هعمل ايه بقى؟ اسهل حاجه عشان احنا مش عايزين نشتغل كتير عشان زهقنا من الشغل. هنحط كاتشب، مش هنحط اي حاجه خالص اهو. كل واحده كده عليها شويه كاتشب بالشكل ده كده اهو. في اسهل من كده على فكره، بتبقى حلوه قوي بالكاتشب يا جماعه اهو. اهو بالشكل ده كده. عايزه بقى تزودي تقللي انت وراحتك، تمام. اهو عندي بقى ايه، عندي نقانق او السوسيس، وعندي فلفل اخضر.
مش اكتر من كده، وعندي جبنه موزاريلا اهي. تمام، هرص بقى وارجع لكم تاني واوريها لكم في الاخر. زي ما انتم شايفين كده كنا انا خلصت الرصه بتاعتي، حتى عملت هنا ممكن تعمليها بالتوست لو انت مستعجله برضو اهو، بس ده توست بر طبعا اللي هو العيش الاسمر، صحي اكتر. وطبعا دي البيتزا بتاعتي هدخلها الفرن حالا، ولما تخرج ان شاء الله هوريها لك. اظن كده اقتصاديه على الاخر، مفيش تكاليف ومفيش اي حاجه. تمام، يلا ان شاء الله ما تطلع من الفرن هوريها لك وتشوفي البيتزا بتاعتي، الميني بيتزا بتاعتي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما انتم شايفين كده البيتزا طلعت القمر بتاعتي اهيت، بيتزا امرايا طبعا سخنه جدا. عايزه اشيل واحده كده عشان اوريكها. طبعا انا صايمه مش هعرف ادوق. بسم الله ما شاء الله اهو، زي ما انت شايفه كده بصي تحفه، ريحتها مفوحه الدنيا رهيبه. ان شاء الله باذن الله تجربوا العجينه دي، دي البيتزا الايطاليه الاصليه، محدش يحط بيض ولا لبن ولا زبادي ولا الكلام ده، دي تبقى اسمها كيكه، مش اللي بالبيض دي واللبن والزبادي، تبقى اسمها كيكه مش اسمها بيتزا. تمام، ان شاء الله باذن الله. طبعا بصوا، وده كمان اهوت مقرمش وتحفه اهوت، العيش التوست بتاعي. ان شاء الله باذن الله اشوفكم على خير، ودمتم بخير ودمتم سعداء. متنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، شاكره جدا جدا على دعمكم ليا واللي معايا دايما على راسي من فوق. مع الف سلامه، كل عام وانتم بخير، وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.